إن المحروم من حرم الذكر، محروم من حرم الذكر. ما هي الصحوة الإسلامية؟ تلك الصحوة التي انتشر فقهها منذ ما يقارب 40 عاما تقريبا، وكانت اتجه أهلها إلى صحة الأحاديث وضعفها، وهذا شيء حسن، لكن بدأت قراءات جديدة تقتصر على الكتب المعاصرة السريعة، وكان فيها بعد عن الأصول، كتب الأصول الثوابت. فهذه الصحوة التي يسمونها تقريبا في مصر منذ أن مات جمال بن عبد الناصر وجاء من بعده السادات، ومن بعده السادات.